سباستيان بهدف لفريق نادي ملقا، لكن افيراي يسجل الفوز حتى هذه اللحظه 76، وفرصه رائعه بركنيه، هي ركنيه وضربه راسيه. يسجل امامنا مارك بارترا، امامنا مارك بارترا في هذه اللقطه، هو بيكي الجديد، مارك بارترا هو اللاعب بيكي الجديد، يسجل بضربه راسيه. برشلونه يلعب من اجل المتعه، يلعب بكل يعني ما لديه من لاعبين شبان، ولكن هنا بروح البروجلانا، بروح الفريق اللي يملك الحقيقه الامكانيات ويملك الزاد البشري ويملك اكاديميه رائعه. وادي امامنا ارناو، يعني اكيد سعيد انه ما نزلش. ادي امامنا اللاعب الشاب مارك بارترا، امامنا ينجح في احراز هدف الثالث. يا على الضربه الراسيه داني الفيش، وادي مارك بارترا. شوف امامنا هنا، شوف الرؤيه، شوف المدرب، هو اخطا النهارده مارك بارترا. جديد موسم الماضي والموسم اللي امامنا هنا بيحاول فيه ميسي. اوبا جول، اوبا جول امامنا بارترا. هنا بارترا يسجل في هذه اللقطه. ادي امامنا بارترا كان سجل في مرمى مالقا هذا اللاعب، وامامنا هنا في هذه المحاوله وفي هذه اللمسه الجميله، وهدف لبارترا من صناعه الناجم ميسي. ادي امامنا هو الشاب اللي دخل بديل لماسكرانو، مارك بارترا يسجل، لاعب المنتخب الاسباني مارك بارترا للشباب ومن اللاعبين المميزين. بص شوف ميسي عدى ازاي، ومرور من ميسي، وبقت النتيجه 4-1، ومارك بارترا هو من يسجل. ترجع الكره لبرشلونه، مارك بارترا، سيرجي بوسكيتس الى جانب انيستا، كره بالراس، برشلونه يرجع بالليله بالذات، سلطان هذه الاوقات، يتحدى البيت الابيض الملكي، بارترا يبكي ولا يبالي. برشلونه يرجع بالكره المضمونه، هدف رائع، يا للروعه، شيء كبير يا عمري، هدف لقلب الدفاع، مارك بارترا يكسب بها المعركة، الرأسية ذهبية في الشباك المدريدي. 9 أهداف من ركلات جزاء، ميسي 4 مرات من ركلات جزاء. كرات العالية وضربة رأسية، ومارك بارترا، مارك بارترا سجل في 2012 في مرمى مالقا، وسجل في مرمى ريال سوسيداد، وكان سجل في نهائي الكأس أمام ريال مدريد العام الماضي. يسجل مارك بارترا الهدف الثالث بقى، ولما لا، غاب ماتيو وغاب بيكيه، ويأتي البديل مارك بارترا بما يصنعه زملاؤه وأقرانه، ويأتي بضربة رأسية هنا في غياب من الرقابة جوناثان زونجو البديل، وأيضا تروخيو، ولكن مارك بارترا يتفوق ويضعها بشكل رائع الهدف. مارتي امام زوج لاعبين، محاصر، لازم يضيع الكره، مارك بارترا يسترجع، يتقدم مارك بارترا، يلعب لميسي، ميسي او لحدادي، ترجع مره ثانيه، راكيتيج ليو جول ما لم يقدر عليه نيمار وليو، فعله مارك بارترا، ومن تمريره من ليو في نهاية المطاف، ليو ميسي بلغ 400 بين عدد الأهداف وعدد التمريرات، هذه التمريرة رقم 113 التي جاءت راء أهداف، وهذا وبعدما سجل 287 هدف. الكرة لليو، ليو لمرر لمارك بارترا في القائمة الثانية، فنان يا مارك، استلمها بصدر وعوض أن يضربها بالرأس، فعلى ما يفعله نيمار وميسي، استلم بصدر داخل منطقة العمليات وقال للمهاجمين هكذا تسجل الأهداف. هنا له كرة ملعوبة، نيمار يبحث عن المرور، بل يبحث عن تدوين هدف لنيمار، كرة ملعوبة، حاول أمامنا بارترا، انطلاقة في الأمام، وكرة ملعوبة، يا سلام يا سلام يا بارترا، يدوي هدف من الخيال،
هدف من الخيال يا بارترا، وابتسامة ما أجملها يا لويس إنريكي في اللقطة الماضية. بارترا يدون هدف تاريخي لنفسه، يفعلها بارترا، يدور سباعية. شوف بارترا أخذ الكرة من وين وكان وين، ومر من الأول بل من اثنين، والكرة وين؟ تكحل العين وهدف. ما في منه اثنين، ما في منه اثنين يا بارترا، يضعها في المرمى. كرة تعانق الشباك وبارترا يعانق الجمال ويعانق المتعة، وهنا انتفاضة الفرح التي طال غيابها يا بارترا على دكة بدلاء البرشا. إذن عودة جماعية للبرشا، عودة جماعية للبرشا بأكبر نتيجة خلال هذا الموسم.